هو والرئيس صديقان. مستشار سانتوس البرازيلي يكشف حقيقة عودة نيمار. توقف مفاوضات نيمار مع سانتوس البرازيلي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. هو والرئيس صديقان. مستشار سانتوس البرازيلي يكشف حقيقة عودة نيمار. كشف مارسيو كالفيس مستشار سانتوس البرازيلي عن حقيقة عودة نيمار دا سيلفا نجم نادي الهلال السعودي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال كالفيس في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: مفاوضاتنا توقفت مع نيمار منذ وقت طويل، ولا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي من أجل عودته واللعب مع الفريق في الموسم المقبل. وأوضح: ما حدث كان جس نبض من جانب رئيس النادي من قبل فقط لا غير، ولكن نيمار والرئيس صديقان رائعان ويتحدثان دوما. هذا باختصار ما حدث مع نجم البرازيل الأول ونادينا. توقف مفاوضات نيمار مع سانتوس البرازيلي. كشف مستشار نادي سانتوس البرازيلي أن مفاوضات فريقه مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودي توقفت تماما. وقال كالفيس في تصريحات للرياضية السعودية: مفاوضاتنا توقفت مع نيمار منذ وقت طويل، ولا يوجد أي مفاوضات في الوقت الحالي من أجل عودته واللعب مع الفريق في الموسم المقبل. وقال النجم البرازيلي: ما يقال عن عودتي إلى سانتوس غير صحيح تماما، لا يوجد أي شيء، وما زال هناك عام على عقدي مع الهلال، وآمل أن أتمكن من تقديم موسم رائع هناك. بونو أبكى رونالدو مجددا. الهلال يكمل الثلاثية التاريخية ويخطف الكأس من النصر. أنهى نادي الهلال الليلة الدراماتيكية التي جمعته بغريمه التقليدي النصر، حيث توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024 بركلات الترجيح مساء الجمعة. وأقيم ديربي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في نهائي كأس الملك، وسجل متروفيتش هدف الهلال في الدقيقة السابعة، ثم تعادل النصر في الدقيقة 88 عن طريق أيمن يحيى، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الهلال والنصر إلى ركلات الترجيح. ليس متروفيتش ولا الدوسري، خميس يفاجئ الجميع باللاعب الأول في الهلال. انضم الناقد الرياضي يوسف خميس إلى ركب المعلقين على مجريات المباراة الملحمية التي شهدتها الساحة السعودية بالأمس، وذلك في البطولة الأخيرة لهذا الموسم، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي تم رفع كأسه بواسطة فريق الهلال السعودي، الذي تمكن من إقصاء غريمه النصر السعودي بركلات الترجيح بعد هدفي التعادل. عالمي الهلال يستفز عالمي النصر، عالم نقطة ضعفه فاشترك مع الجماهير في وجعه. أصبحت نقطة الضعف أو الاستفزاز الأولى لدى البرتغالي كريستيانو رونالدو معروفة لدى الجميع عالميا وحليا، وهي ما تبين أنها عبارة عن سماع اسم ليونيل ميسي، وهي نفسها ما أصبحت الشعلة التي ينجح الجمهور الغريم كل مرة في إثارة غضب الدون بعد إشعالها. تصريحات كريستيانو رونالدو بعد قرار رحيله بعد مباراة الهلال والنصر. خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر جائزة في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على الرغم من انتهاء البطولة. وكان حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قد نشر 3 أهداف من الجولة 34 الختامية ضمن منافسات البطولة من أجل منح الجماهير الفرصة لاختيار الأفضل بينهم، وفاز هدف عبد الملك العياري الذي جاء في مرمى الاتفاق بنسبة تصويت وصلت إلى 48.4% متفوقا على رونالدو الذي جاء بالمركز الثاني. أنا أتحكم بالعمل ولكن النتائج لا يمكنك التحكم بها. تصريحات كريستيانو رونالدو بعد قرار رحيله بعد مباراة الهلال والنصر.
خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر جائزة في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على الرغم من انتهاء البطولة. وكان حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قد نشر 3 أهداف من الجولة 34 الختامية ضمن منافسات البطولة من أجل منح الجماهير الفرصة لاختيار الأفضل بينهم. وفاز هدف عبد الملك العياري الذي جاء في مرمى الاتفاق بنسبة تصويت وصلت إلى 48.4%، متفوقا على رونالدو الذي جاء بالمركز الثاني بنسبة تصويت 47.9%، وفيتينيو الثالث 3.7%. شاهد تصريحات مدرب الهلال خيسوس بعد مباراة الهلال والنصر. حقق البرتغالي خيسوس مدرب فريق الهلال لقب أفضل مدرب هذا الموسم بعد أن حصل على بطولة الدوري الذهبي مع الأزرق بدون هزائم. وحصل حارس المرمى المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال على جائزة أفضل حارس مرمى لأنه الأكثر حفاظا على الشباك نظيف في بطولة الدوري للموسم الرياضي الحالي. تصريحات كريستيانو رونالدو بعد قرار رحيله بعد مباراة الهلال والنصر. خسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر جائزة في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك على الرغم من انتهاء البطولة. وكان حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قد نشر 3 أهداف من الجولة 34 الختامية ضمن منافسات البطولة من أجل منح الجماهير الفرصة لاختيار الأفضل بينهم. وفاز هدف عبد الملك العياري الذي جاء في مرمى الاتفاق بنسبة تصويت وصلت إلى 48.4%، متفوقا على رونالدو الذي جاء بالمركز الثاني بنسبة تصويت 47.9%، وفيتينيو الثالث 3.7%. شاهد تصريحات مدرب الهلال خيسوس بعد مباراة الهلال والنصر. حقق البرتغالي خيسوس مدرب فريق الهلال لقب أفضل مدرب هذا الموسم بعد أن حصل على بطولة الدوري الذهبي مع الأزرق بدون هزائم. وحصل حارس المرمى المغربي ياسين بونو لاعب فريق الهلال على جائزة أفضل حارس مرمى. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب ظلم جميع فرق الدوري السعودي على حساب الهلال؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.